بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا ارحب بحضراتكم النهارده. انا بشرف بصحبه زميلي وزير الزراعه والاستصلاح الاراضي في منطقه العمريه والنوبريه علشان نتفقد عدد من المشروعات الكبيره جدا في مجال الزراعه والاستصلاح الزراعي وايضا الثروه الحيوانيه. احنا يمكن اول امبارح على طول كنا في منطقه السخنه وكنا بنتكلم على الصناعه والتصدير. النهاردة برضو بنتكلم على الرافد الآخر في عمليات النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي للدولة المصرية معتبراهم أولوية وهي الزراعة. يعني احنا بنقول الحقيقة، الطفرة الحقيقية والاستدامة لنمو الاقتصاد المصري هتتحقق من القطاعات الأساسية، الصناعة، الزراعة، الاتصالات، مجموعة كبيرة جدا من الصناعات اللي احنا النهاردة مركزين عليها. أهم شيء النهاردة زي ما حضراتكم شايفين احنا يمكن في الزيارة بدأنا بمركز التلقيح الاصطناعي، والهدف منه شيء مهم جدا، ان احنا ازاي بنطور السلالات الثروة الحيوانية اللي عندنا. مصر طول عمرها مشهورة بنوع الجاموس او البقر المصري، وده كان ليه قدرة معينة في انتاج اللبن واللحوم. في انواع كتيرة جدا ابتدينا نستوردها، وبدأت انها بنلاقي انها بتنتج لحوم والبان اضعاف مضاعفة للمنتج للاصل المصري او الراس المصرية. عشان كده يمكن المركز اللي احنا شفناه هو مركز تلقيح اصطناعي، علشان ازاي ان احنا نستولد هذه الرؤوس الاجنبية من خلال اسس علمية على اعلى مستوى في العالم، وبنقدر ان احنا من خلال المركز ده نتيح فعلا ما يطلق عليه يعني الأسس أو السل اللي هو نقدر منه إن احنا نولد لرؤوس ماشية محسنة من خلال السلالات المصرية، أو إن احنا نستمر في استدامة السلالة الأجنبية. الحقيقة بعد كده طبعا احنا زرنا مزرعتين أو مكانين مهمين جدا. الأولاني ويمكن كنتوا حضراتكم معانا بمساحة كبيرة جدا فوق 800 فدان بيزرع الفراولة والبروكلي، والأهم إن غالبية العظمى من هذا المنتج للتصدير. ويعني لما سألت حتى صاحب المزرعة وهو قطاع خاص قال لي أنا أكتر من 80% من إنتاجنا للتصدير. أهم شيء هنا ويمكن اللي احنا أنا كنت حريص جدا إن احنا نشوفه، إن إزاي تطبيق أحدث النظم الري الحديثة العلمية اللي هي بتقلل استهلاك المية بصورة كبيرة جدا. السؤال اللي كنت بسأله له، انت المية بتاخد قد ايه مية للفدان في اليوم؟ قال لي ما بين 15 ل 18. فبالتالي دول لما بنضربهم على مدار السنة يبقى الفدان بيستهلك حوالي 6000 متر مكعب في السنة. ده طبعا النظم التقليدية بتاعتنا اللي في الأراضي القديمة بنلاقي ممكن بنصل إلى 10000 وممكن 11000 متر مكعب في السنة، يعني ضعف كمية المية. فهو ده النقطة الجوهرية في اللي احنا شفناه النهاردة، ازاي من خلال هذا الموضوع النظم الري الحديثة ازاي بنزود انتاجية الفدان بتاعنا. والاهم لما بيزود الانتاجية وبيقلل المية بيقلل الاعتماد على الاسمدة، فبيبدأ يبقى المنتج عضوي. انا بقول كل الكلام ده عشان اشجع فلاحينا في كل مكان ان هم هذا النموذج بيحقق وفر كبير جدا، انتاجية اعلى بكتير، وبيبقى قدرة على ان المنتج ده منتج عالي وبيتباع بسعر اعلى واغلى بكتير، وبيبقى عندك فرص تصدير. هنا احنا النهاردة في مركز للتصدير الموالح، والحمد لله مصر يعني احنا يعني النهاردة بقت مصر من اعلى دول العالم. يعني اذا ما كناش بقينا رقم واحد في الموالح، لكن بقينا فعلا من اعلى دول العالم في تصدير الموالح، انتاج وتصدير الموالح. وهنا مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين بنتكلم على أسس علمية عالية جدا في تكويد المنتج، عشان أبقى ضامن إن لو في أي لحظة إحنا كان بيحصل عندنا مشكلة هقولها لحضراتكم من فترة، إن لما كان بيبقى أي شحنة تصديرية بيحصل فيها مشكلة ممكن الدولة اللي استقبلت هذه الشحنة تروح موقفة استيراد من مصر بالكامل. النهاردة لا، من خلال هذا النظام، نظام التتبع والتكويد، انا ببقى عارف كل شحنه خارجه منين، وبالتالي لو حصلت مشكله اقدر يعني اقدر اخد الاجراء ضد المكان اللي خرج هذه الشحنه وما وقفش تصدير كل المنتج او المحصول من مصر. انما الاهم كمان بيساعد
المنتج النهاردة إن هو يطبق أحسن الأسس العلمية وأفضلها وأعلاها وآخرها، وينوع في وزن المنتج ونوعه وشكله، لأن كل نوع من دول بيروح لدولة شكل، والمزاج العام في كل دولة بيختلف عن الدولة الأخرى. لكن الأهم الرسالة النهاردة، وده اللي احنا كلنا بنأكد عليه يمكن أنا ومعالي الوزراء زملائي، التشجيع الكامل للقطاع الخاص إنه ينطلق في عملية التصدير والإنتاجية. أي مشاكل أو عوائق بتواجهه بنحاول نحلها له على الأرض وإحنا موجودين معاه، علشان هدفنا مضاعفة صادراتنا وقدراتنا الإنتاجية. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين يعني حواليا الكاميرات، لو تجيب شباب مصري يفرح بيشتغل معانا، موجودين هنا في المصانع دي وبيشتغلوا من كل حتة في مصر. يعني كنت بسألهم انتوا جايين منين، اللي جاي من كفر الزيات واللي ساكن هنا في النبارية، وبالتالي فرص عمل كبيرة جدا بيتاحها القطاع الخاص لمصر. والأهم كل ده إنتاج وتصدير وإن شاء الله تنمية لمصر في خلال الفترة الجاية. إحنا بإذن الله كل هدفنا الفترة الجاية هيبقى في زيارات أخرى بقدر الإمكان كل أسبوع في مجموعة من الزيارات لمواقع كتيرة، علشان نتابع اللي بيحصل على الأرض في كل قطاعات التنمية في مصر. ولو في أي عوائق، ودي اللي أنا بأكدها رسائل للقطاع الخاص، أي مشاكل أو تحديات بتواجهك مكتبنا مفتوح على مدار 24 ساعة، تعالوا لنا ونشوف ايه اي مشكله، عشان فعلا انا بوعدكم باذن الله ان احنا نتخطاها كلنا مع بعض. انا بشكر حضراتكم جميعا.